أنتم ببلدياتكم بدوائركم بأعضاء المجلس البلدي بكافة المؤسسات بإخواننا، بسمحوا لي إني يعني مش راح أسمي، لكن كلكم كرماء وكلكم على رؤوسنا وفصائل العمل الوطني، والجميع أهلا وسهلا فيكم في بلديتكم بلدية طول كرم. يؤسفني يا إخوان إنه الكهرباء انقطعت الساعة 10، ويؤسفني أيضا إنه مطورنا حتى ما اشتغلش. معلش، وبنفس التوقيت، لكن نوركم كفاية ونوركم زيادة ونوركم نور علينا البلدية. أهلا وسهلا فيكم. هؤلاء الوجوه وهؤلاء الشخوص هم رموز لهذه المدينة وهذا الوطن. أنتم على أكتافكم تقام البلدان وتشتد سواعدها. أنتم الذين يقرر في هذه المدن كيف تتجه من أجل أن تحقق التنمية داخل وطننا الفلسطيني الكبير. نحن موجودون هنا نتيجة لجهودكم، ونحن موجودون هنا نتيجة لدعمكم واستمرار دعمكم، ونحن محقوقون إذا ما قدمنا الخدمات اللازمة لكم. نحن محقوقون إذا لم نوفي الشهداء حقيقة، ولن نصل بأي فترة من الفترات، ولن نصل بأي مقام من المقامات، لأن نقوم بتقديم ولو جزء بسيط إكراما لدم الشهداء الذين نزفت دماؤهم الطاهرة على هذه الأرض. ولن نستطيع أن نفي إخواننا الأسرى يوما من أيام سجونهم إذا ما قمنا بالالتزام نحو هذا الوطن بتقديم الشيء البسيط له، وهو أن نقوم بتقديم التنمية والخدمات لإخواننا المواطنين الذي استشهد هؤلاء من أجله وسجن هؤلاء من أهله وهؤلاء من أجله، وهذا هو ما نسعى لتحقيقه، إيفاؤهم الجزء البسيط من حقوقهم عبر تأدية واجباتنا نحو مدينتنا وبلدنا ومحافظتنا. نحن نسعى جاهدين، ومنذ أن تولينا أمر هذه البلدية بانتخابات شرعية وتنافست عليها كافة الكتل في مدينة طول كرم وفي محافظة طول كرم، ما أريد أن أقوله وأن أكرره، إن هذه البلدية بأعضائها المنتخبين جميعا تقرر، وعبر إما 99% من قراراتها يا إخوان لا تأتي إلا بالتوافق، يعني التوافق ما بين أربع كتل خاضت الانتخابات وجلست على الطاولة، وليس بكتلة واحدة كما يشاع ويقال في الشوارع. أنا متأسف أني أقول هذا الحكي. أربع كتل تقرر، ليس هناك الأغلبية وإنما قرار توافقي. نادرا ما يتم التصويت على أي قرار، ولم يخرج أي قرار بأقل من 11 صوتا أو يزيد. يا أخوان، الحقيقة أننا في بلدية طول كرم قمنا بتحمل كافة المسؤوليات، ومنذ أن تولينا زمام الانتخابات في بداية عام 2013 أصبنا في مدينة طول كرم بمصاب جلل، وهو السيول التي أحاطت في مدينة طول كرم، وتكفلت بلدية طول كرم بالقيام بواجباتها للتخفيف عن المواطنين وأعبائهم وحتى بيوت المواطنين، وتحملت كل ذلك وصرفت كل موازنتها الخاصة بالطرق والصيانات في أول 3 شهور ودون تقديم أي أجورة دعم من أي جهة كانت في حينه. بالزخم للكهرباء. خليني فري بدون سماعة. الحقيقة لم نتلقى أي دعم في حينه، قامت البلدية باستنفاذ موازنتها وعالجت بعض الأمور الكثيرة من خلال تعديلات الموازنة حتى انتهى عام 2013 في هذا السياق، ودعمنا ب 130 ألف شيكل يا إخوان من أجل تعمير بعض الجسور والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ، وأدرجت ضمن أعمار جسر واحد في مدينة طول كرم. هذا ماذا؟ ولكن شكرا لبعض الجهات اللي الآن تقوم بإعمار بعض الجسور، وباقي الأشياء لم يتم معالجتها إلا على نفقات وحساب البلدية، وإن كان المصاب في ذاك الوقت مصابا كبيرا. وقامت البلديات بالاحتجاج، بلديات المحافظة لدى الوزارات ذات الاختصاص في هذا السياق. موازنة 2013، موازنة 2014، قامت البلدية بإعداد كل ما يترتب على ذلك وضمن إجراءاتها المعتادة
منذ سنوات على القليل. هاي خامس السنة بجوز أنا بصير فيها رئيس بلدية وكل ذلك مكرر. لم يتم تسليم أي موازنة قبل شهر واحد، وهذا عبر التاريخ. وإذا بترجع للتاريخ اللي هو كذلك أيضا، وإن كان القانون يحتم على أن تسلم الموازنة في نهاية 2012 أو 2013 حتى يتم النظر فيها في 2014، وهل مجرد هكذا هو القانون. لكن حتى الدولة لا تقوم بمعالجة موازنتها ضمن النظام وضمن القانون المحمول به في هذا السياق. نعم نحن ملتزمون ونقوم بتسديد ما نتحمله من أعباء فواتير الكهرباء وخلافه حتى نهايات منذ شهر 8 وحتى تاريخه، ونقوم بتسديد 56% من المفروض علينا أن نسدده حقيقة. أنتم تعلمون كل العلم أن البلدية تقف بموقف مركزي محترم، تقدم الخدمات وتتعامل وتتعاون مع كافة الجهات الرسمية والدوائر الحكومية وغير الحكومية والأهلية بالتوازي والتساوي وكل الاحترام، ومع الفصائل الوطنية كافة حقيقة. نقوم باحترام أدائها وفعالياتها، حتى أننا نقوم بتعليق أعلامها على حساب وأداء وتوازن خاص بالبلدية. إحنا بنكلف دوائرنا لتكون بتعليق الأعلام في الاحتفالات حتى نقوم بوقت معين بإنزالها بطريقة محترمة ونسلمها لأصحابها ودون خلق حالة من الفوضى في عموم المدينة. إحنا ما نسعى إليه لتغيير المشهد العام لهذه المدينة، وقد نجحنا إلى حد ما في ذلك. أيضا نسعى إلى وحدة الصف داخل بلديات محافظة طول كرم، وأيضا نجحنا إلى حد ما في تحقيق هذا الهدف. نسعى لتخفيف من حدة ما يحتاجه المواطنين على بقضايا البنية التحتية في مختلف مناطق المحافظة، سواء كانت ضاحية أو حي أو حي أو شارع أو خلافه. وحققنا ذلك، حققنا تحقيق النظام أصلا في داخل هذه المدينة إلى حد بعيد. ما يهمنا جميعا هو أن هذه البلدية كانت وما زالت تتخذ قراراتها بإجماع أعضاء مجلسها البلدي، وهذا ما يؤكد على أن هناك صف واحد، رؤية واحدة. ما نعمل هو تحقيق الهدف النهائي والمنشود لصالح هذه المدينة وأبنائها. احنا بنشكركم، اهلا وسهلا فيكم، شكرا لهذا الدعم، شكرا لهذا التواجد. انتم اهل هذه المدينه واصحابها، انتم اهل هذا المركز، مركز المحافظه هذا، وانتم اصحابه. انتم هي بلديتكم، جزء منكم، تمثلكم، هي وجهكم المشرق للعالم الخارجي. أتمنى أن يتمنى منكم أن يستمر هذا الدعم من أجل تحقيق الصورة التي نبتغيها، حتى نسهم إسهاما حقيقيا في صورة الدولة الفلسطينية القادمة إن شاء الله. وشكرا لكم. الأخ أبو إياس رئيس بلدية طول كرم، الأخوة أعضاء المجلس البلدي جميعا، الأخوة موظفي بلدية طول كرم، والأخوات موظفات بلدية طول كرم، جئناكم اليوم بهذا الوفد الذي ضم كل التنظيمات الفلسطينية، الذي ضم أيضا كل الكادر الفتحاوي، الذي ضم أيضا رؤساء بلديات. جئناكم هنا لنؤكد لكم كل يوم أن هذه القلعة هي قلعة منظمة التحرير الفلسطينية، هي قلعة خطها الشهيد المرحوم حلمي حنون أبو يوسف رحمه الله، وستبقى كذلك صامدة في وجه كل من يعتدي أو يتطاول على هذه القلعة. فأهلا وسهلا بكم جميعا، جئناكم اليوم أيضا لنكرم هذا المجلس الذي يضم في ثناياه شخصيات اعتبارية وشخصيات جهوية وشخصيات تنظيمية، عمالا وموظفين في هذه البلدية، لنقول لكم أن هذه البلدية هي بلدية كرمية بامتياز، هي بلدية كرمية بامتياز، هي لأهالي هذه المدينة والضواحي والمخيمات، لأهالي المحافظة كلها. فبالتالي ليس مطلوبا من أحد أن يجعل أو يومئ
بأن هناك وصاية على منظمة التحرير. منظمة التحرير هي أكبر وصاية على الشعب الفلسطيني. منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لن نسمح لأي كان مهما على وسمى أن يكون وصيا على هذه البلدية. هذا ما أكده الجميع، مؤسسات وتنظيمات بلا استثناء، وكادر فتحوي وكادر وطني وشخصيات مستقلة. جئناكم جميعا اليوم لنكرم هذا المجلس بموظفيه وعماله جميعا، لنقول لكم سيروا واتعبوا واجتهدوا، فأهل هذه البلد يستحقون، أهل هذه البلد الطيب يستحقون. فهذه المحافظة فعلا هي محافظة التفوق والنجاح، محافظة تمتلك من الإرث النضالي والتاريخي ما لم تمتلكه المحافظات الأخرى، محافظة مسقية كل ذرة تراب بها بدماء الشهداء وآهات أسران الأبطال. لن نسمح بأحد عابر أو مارق على هذا الشعب الفلسطيني أن يتحكم بمؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية. بالتالي أنا أيضا أشكر كل من تداعى، كل من وقف، كل من تضامن في وجه هذه الهجمة التي تعرضت لها هذه البلدية، لأنها ليست بلدية، مع احترامي لكل الشخوص، ليست البلدية ولا المجلس البلدي بكافة أعضائه 15 لا يمثلون شخوصهم، إنهم يمثلون كل أهالي وشعب هذه المحافظة، يمثلون منظمة التحرير الفلسطينية، هذا هو. فبالتالي جئناكم اليوم لنكرم هذا المجلس ورئيس هذا المجلس، واستقبلتمونا وشكرا لكم على هذا الاستقبال الحافل. لنؤكد لكم من جديد وكل يوم، كما كانت بلدية بوكرم تمثل منظمة التحرير الفلسطينية، إن شاء الله بهمة هؤلاء الكادر وأهالي هذه المحافظة الطيبة ستبقى تمثل قلعة من قلاع منظمة التحرير الفلسطينية. وشكرا لكم جميعا. يا اخوان هذا مقدم، هذا الدرع مقدم من قيادة منطقة بوكرم من سيادة العقيد ركن محمد العرب ومجد الباسي ومحمد لكم في جبهة نظام كل فصائل العمل الوطني وإنكم أجمعين كافة كرشاء وطائل الأجهزة التنفيذية وأخواننا يعني كل الفصائل وأخواننا يعني كلكم شكرا جزيلا لكم، كما شكرا جزيلا لكم، وكما لا يفوتني ان اشكر يعني اخونا جمال سعيد اللي حضر الان، فاحب اتواعد لنا ضمن اخونا يوسف الزهري واخونا يعني اتاسم فيكم كلكم، فاهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم وشكرا لوقوفكم ورسائل الراديات. انا والله ما نسيتكم، مش راح انسى حدا يعني، بس كلكم يعني امام ناظري وفي قلبي، فاهلا وسهلا فيكم. هذا تكريم الحقيقة، شكرا للذين قاموا بتكريم البلدية هذا اليوم. هذا من أهم التكريمات التي حصلت، بل هو الأفضل من بين ما حصلت عليه بلدية طول كرم كتكريم منذ أن أنشئت وحتى اليوم، لأنه هذا التكريم ممثلا بشخوص عامة الشعب، بممثليها، بفصائلها، بطياراتها، بمنظمة تحرير فلسطينيتها. هي الشعب الفلسطيني داخل المدينة والمحافظة هو من يكرم بلدية طول كرم، والتي ولم تتوانى قط عن تقديم أي خدمة لأي مواطن هو بحاجة لها، وأيضا تسعى لتغيير وتطوير
مشهد عام هذه المدينة والتي تعد مركز لهذه المحافظة، والتي رفعة هذه المدينة وهيئتها ومشهدها هو الوجه المشرق الدائم لعموم أبناء هذه المحافظة الذين أخذوا يعتزون وحقيقة يوجهون الكلام الجميل لما أصبحت عليه هذه المدينة كوجه مشرق لمحافظة طول كرم، لمدينة طول كرم، لأن المحافظة مسمى باسم المدينة. وبالتالي الآن لك أن ترى على صفحات التواصل الاجتماعي كيف يعتز الإنسان الكرمي وهو بأمريكا وهو بأوروبا بمدينته، ويرى فيها مدينة حضارية عصرية ذات وجه مشرق تستحق كل الاحترام والتقدير. وهناك الجهود من بذلت وما زالت تبذل من أجل أن يتعزز هذا الموقع وأن لا يلحق به أي ضرر أيا كانت صفته، وإن العلاقات الحقيقة ما بين البلدية ومؤسسات الدولة المختلفة بما فيها وزارة الحكم هي علاقات تشاركية وليست علاقات وصاية. وشكرا. يعني هذا تكريم من كل أعضاء الإقليم، من التنظيمات الفلسطينية، من كادر فتح، من أعضاء المجلس الثوري في هذه المحافظة، من مدراء المؤسسات، من الشخصيات المستقلة. جينا هنا لنقول لهذا المجلس البلدي وكل أعضائه لنؤكد من جديد أن هذه البلدية قلعة من قلاع منظمة التحرير الفلسطينية، لن نسمح لأحد بالمساس بها. جئنا لنقول لهم امضوا ونحن خلفكم سائرون لخدمة أبناء هذه المدينة والضواحي والمخيمات، لخدمة كل أبناء هذه المحافظة. هذه هي رسالتنا، نحن كلنا نعمل خدم من أجل هذا الشعب العظيم. جئنا لنؤكد من جديد أننا خدام لهذا الشعب العظيم. فبالتالي رسالتنا أن هذا المجلس البلدي بكل إنجازاته نقول له شكرا على هذه الإنجازات، والمطلوب مزيدا من الإنجازات من أجل أبناء هذه المحافظة جميعا. يعني البلدية أداة إدارة لمدينة طول كرم. مدينة طول كرم غالية علينا كلنا. مدينة طول كرم مدينة فيها من المميزات الإيجابية ما يمنح كل فرد فيها وكل أبناء الشعب الفلسطيني للفخر والعزة والافتخار في هذه البلد، سواء على المستوى السياسي، سواء على المستوى التعليمي، سواء على مستوى الثقافة، سواء على مستوى الفن، سواء على كل المستويات، والمستوى النضالي بالتأكيد في أولها من شهداء من أسرى. اليوم احنا جينا نقول لبلدية طول كرم، لمجلسها البلدي، لكل موظفيها وموظفاتها، جينا نقول لهم احنا معاكم في بناء البلد، احنا معاكم في تطوير البلد. اذا حصلت هفوات او زلات نحن معا قادرين على تجاوزها، لكن غير مسموح بان يتم تدمير البلد تحت شعار او تحت يعني يافطة انه في اخطاء. هذا لا يجوز، هذا غير معقول. نحن جينا اليوم نقول للمجلس البلدي احنا معاك في تطوير البلد، احنا معاك في الشفافية اللي بتعملوا فيها، احنا معاكم في قرارات التوافق والاجماع في البلدية التي تقوموا فيها، احنا معاكم في موقفكم ايضا السياسي اتجاه الالتفاف حول منظمة التحرير وحول القيادة الفلسطينية والسيد الرئيس. احنا اليوم نعتقد انه وقفة وفاء مع هاي البلدية اللي جذرها عميق في الارض، اللي قادها مناضلين على رأسهم السيد المرحوم حلمي حنون. احنا هاي اول بلدية في الوطن رفعت شعار سنة 72 انه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هذا البرنامج برعاية وائل مول، تجربة فريدة في عالم التسوق.